بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقل أدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. الأخطاء المتعلقة برفع اليدين، ولا يزال حديثنا عن رفع الأيدي في الدعاء، وقد سبق الكلام عن على فائدة ذلك وأهميته في الدعاء، وأنه سبب من أسباب قبوله لما في ذلك من إظهار الافتقار والاستكانة والحاجة إلى الرب الكريم، حيث يمد العبد يديه إليه مستطعما سائلا أيوة. متذللا، نعم مستطعما، والله جل وعلا لا يرد يدين مدت إليه صفرا خائبتين. وإن مما يجب على المسلم أن يعتني به في هذا الباب الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتلسم خطاه ولزوم منهجه، والبعد عما أحدثه الناس من صفات في الرفع وهيئات وحركات لم تثبت عن خير الأمة وأكملهم دعاء وطاعة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطونها وأكفكم ولا تسألوه بظهورها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا: المسألة أن ترفع بيديك حجو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحد، والابتهال أن تمد يديك جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: وجعل المراتب ثلاثة، الإشارة بأصبع واحد كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر، والثانية المسألة وهو يجعل يديه حزوة من كبيه كما في أكثر الأحاديث، والثالثة الابتهال. على المسلم أن ينظر إلى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيلتزمه ويتقيد به، فهديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي. وليحذر المسلم من تكلفات ناس وتجاوزاتهم في هذا الباب، فقد كان السلف رحمهم الله يحذرون من جعل صفة من الصفات المأثورة في غير موضعها المشروع، كمن يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر يوم الجمعة في غير الاستسقاء، مع أن رفع اليدين في الدعاء مشروع في غير هذا الموطن. روى مسلم في صحيحه عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا، وأشار بأصبعه المسبح فكيف بمن يخترع في الرفع صفات لا أساس لها أو حركات لا أصل لها؟ ومن يتأمل أحوال الداعين يرى منهم عجبا في هذا الباب. ومن ذلك أن بعض الداعين ينزل في رفعه يديه مفترقتين أو مجموعتين إلى ما تحت السرة أو إلى السرة، ولا يخفى في ذلك من عدم المبالاة وقلة الاهتمام بهذا الأمر العظيم. ومنهم ما يجعل يديه عندما يرفعهما مفرقتين رؤوس الأصابع إلى القبلة والإبهامين إلى السماء، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ومنهم من يقلب يديه إذا رفعهما في الدعاء إلى جهات عديدة، أو يقوم بهزهما أو يحركهما بحركات متنوعة. ومنهم من إذا دعا أو أراد أن يدعو يمسح إحدى اليدين بالأخرى أو ينفض يديه ونحو ذلك. ومنهم من يقبل يديه بعد رفعهما للدعاء، هذا كله لا أصل له. ومنهم إذا دعا مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وهذا ورد فيه بعض الأحاديث، إلا أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، أما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيها إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة من الهيئات المحدثة في رفع اليدين تقبيل الإبهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أو غيره، وقد روى في ذلك حديث باطل قد روي في ذلك حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من قال حين يسمع أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، ثم يقبل إبهامه ويجعلهما على عينيه ثم يعم ولم يرمد أبدا، فإن على لم يعمي لم يعمى ولم يرمد أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا الباب أيها الفضلاء الكرام باب عظيم ينبغي أن نتفطن له لحاجة الناس لتوضيحه لهم، هو مسألة ما ينبغي أن يكون في رفع اليدين في الدعاء. أولا على المنبر أيها الكرام الفضلاء، كما نكرر دائما في حديث عمار بن رؤيبة عند الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة في رفع اليدين على المنبر، أنه إذا دعا الإمام أيها الكرام الفضلاء في مسألة هذه ننتبه لها جيدا أحسن الله إليكم، وهي مسألة الدعاء في يوم الجمعة، ما ينبغي على الإمام أن يفعله وما ينبغي على المأمومين أن يفعلوه. إذا كان الدعاء في الاستسقاء رفع الإمام والمأموم أيديهم جميعا، أعيد، إذا كان الدعاء في يوم الجمعة دعاء استسقاء أي بطلب السقيا أو دعاء استصحاء بعد أن نزل المطر فضر به فضر الناس ويقول حوالينا ولا علينا، يكون الدعاء برفع اليدين جميعا أيها الفضلاء للإمام والمأمومين. أما إذا كان الدعاء دونهما وغيرهما، أعني لا دعاء استصحاء ولا دعاء استسقاء، فإن الإمام يسن له أن يرفع أصبعه المسبحة أي السبابة إذا أراد أن يدعو، أما المأمومين فلا يرفعون أيها الكرام الفضلاء. وهذا نقوله ونعيده لأنه ينبغي عليكم، وأنتم قد حضرتم هذا الدرس وحضرتم هذا التوضيح، أن تنقلوا ذلك فتطبقوه على أنفسكم أولا حبا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن أيضا تدعو به من تعرفون ممن ترون ومن لا تعرفون ممن ترون أيضا يرفع يديه في ذلك. ربما يقول القائل: ضيقتم على الناس وما المانع من رفع اليدين؟ نقول أيها الكرام الفضلاء: بل وسعنا على الناس، لأن الذي يضيق على الناس هو بمخالفتهم سنة رسول رب الناس عليه الصلاة والسلام، فالله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمر النبي صلى الله وأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يشمل الوجوب والاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب حتى يدل الدليل والقرينة على الاستحباب. وكان السلف رحمهم الله يسألون عن فعل النبي ليهتبلوه ويلزموه، ويسألون عن ترك النبي ليمتنعوا عنه. أما نحن الآن قد ابتلينا إلا ما رحم الله عز وجل بأناس يسألون عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت واجبة لزموها واهتبلوها، وإن كانت مستحبة تساهلوا فيها، ويسألون عن نهيه، فإذا كان حراما قالوا نجتنبه، وإذا كان مكروها قالوا المكروه عند الأصوليين لا يأثم فاعله. ولكن السلف كانوا يسألون عن الأمر لزوما لفعله امتثالا لأمره، ويسألون عن المحرم فيجتنبوه امتثالا في اجتنابه وتحريمه طلبا للأجر من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء، وهي في مسألة الدعاء والترديد مع المؤذن، فإننا نرى كثيرا من الناس
من أعاجمهم ومن أقحاح أعرابهم. تجده إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فإنه يضع أصبعيه على عينيه ثم يقبلهما، ويقول في ذلك أن من فعل ذلك لا يرمد أبدا. وهذا أثر باطل لا أصل له أيها الكرام الفضلاء، بل من السنة التي نعرفها إذا سمعتم الندى فقولوا مثلما يقول المؤذن. ويستحب أيضا من حديث معاوية كما ذكره الإمام البخاري وشرحه الإمام ابن حجر في فتح الباري، أنه إذا قال أشهد أن محمد أن لا إله إلا الله أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يستحب في هذا الموطن أو أن تجعله في آخر الأذان بعد أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فلذلك نلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وننشر سنته بين الأنام وأولي الألباب. نعم، تفضل أحسن الله عليك. أن هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخزعبلات المتصوفة أن بعضهم ينسب ذلك لقول القدر عليه السلام، من الأمور المحدثة في ذلك ما يفعله بعضهم حين يجمع أصابع يديه اليمنى ويجعلهما على عينيه اليمنى وأصابع يده اليسرى ويجعلها على عينه اليسرى، ثم يهمهم بالقراءة أو الدعاء. ومن الأمور التي تفعل ولم تثبت أن بعضهم يجعل يديه اليمنى على رأسه عقب السلام من الصلاة يدعو، ويستندون في ذلك إلى ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ويقول بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن. رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وهو حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء في هذا الباب أن بعض المصلين قد يشير بالسبابتين في التشهد، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو وهو يشير بأصبعيه السبابتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. هو الترمذي. ومن المخالفات في هذا الباب قال أحد 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 أحد. نعم، وإياكم. ولذلك أنا أريد أن أقول لكم إن مما نراه من لاعب الكرة أنه إذا أحرز هدفا فإنه يرفع السبابتين في اليمنى واليسرى، وهذه من عادات النصارى أيها الكرام الفضلاء، وهذه من عادات النصارى فاحذروا ذلك. وإذا رأيتم أحدا يفعله من أبنائكم فحذروهم من ذلك. وأما في الصلاة فإن هذا الفعل يكره في الصلاة، أن يشير بالسبابتين عند التشهد لورود هذا الحديث أحد أحد. نعم، تفضل. راح الصوت الشيخ. من أين ذهب؟ يكره في رفع السبابتين اللي هو في احنا تكلمنا صلاة. نوهنا على يكره رفع السبابتين في الصلاة. أيوة نعم، عند التشهد يكره رفع السبابتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد. نعم. ومن المخالفات في هذا الباب أن بعض الداعين قد يخصص أوقاتا يرفع فيها يديه بالدعاء دون مستند شرعي، لذلك التخصيص كمن يرفع يديه بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام كرفع اليدين عقب السلام من الصلاة المفروضة جماعيا أو كلا بمفرده. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وما يفعله بعض الناس في رفع يديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها،
ومن ذلك أيضا رفع الأيدي بالدعاء بعد سجود التلاوة. طيب الآن أيها الكرام الفضلاء، لو أتيت لأحد الناس، إذا جئت لأحد الناس أحبابي، إذا انقطع الصوت الله يرضى عليكم على الزوم الآن في أثناء كلامي وجهوني الله يرضى عليكم. طيب الآن لو جئت لأحد الناس وقلت له يا أخي رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة بدعة، قال لكم حجرتم على الناس، فلماذا تقولون بدعة؟ احفظوا معي أيها الكرام الفضلاء هذه الضوابط في هذه المسألة المهمة، هذه الضوابط في هذه المسألة المهمة التي إذا تكلم الناس فيها معكم نصحتموهم وأحسنتم إليهم. أولا، البدعة أصلها بدع، الباء الموحدة التحتانية والدال المهملة والعين المهملة، معنى لغوي صحيح لكل ما أحدث على غير نظام سابق، هذا معنى تعريف البدعة، هذا معنى تعريف البدعة، كل ما أحدث على غير نظام سابق هذا يسمونه إيش؟ يسموه البدعة. طيب الآن الدعاء أيها الكرام الفضلاء، الدعاء عبادة، والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين ربنا عز وجل أن الدعاء عبادة، فإذا كان الدعاء عبادة فالعبادة الأصل فيها التوقيف والحظر حتى يدل الدليل على الإباحة، حتى يدل الدليل على الإباحة، ودليل ذلك أيها الكرام الفضلاء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كانت كذلك فكل ما يحدثه الناس يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند مسلم والبخاري متفق عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا هو ضابط وأصل أصيل وركن ركين في مسألة البدعة. فلما نطبق هذه الأصول على من يدعو بعد الصلاة، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي يقول لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكون هذه كلها من البدع. فلا بد للعمل، احفظوا هذه الضوابط، فلا بد للعمل أن يكون موافقا للشريعة في سببه وفي جنسه وفي قدره وفي كيفيته وفي زمانه وفي مكانه. هذه أصول ستة، إذا خالف في أصل منها عد ذلك في باب البدعة، عد ذلك في باب البدعة وعليه. فيكون الدعاء بعد الصلاة أولا دخل في عمل ليس عليه السبب من الشريعة، ودخل في عمل لم تدل على كيفية الشريعة، وفي زمان ومكان ما دلت عليه الشريعة، فكل ذلك دل على أن هذا الفعل من البدع أيها الكرام الفضلاء. نعم. ومن ذلك أيضا رفع الأيدي بالدعاء بعد السجود التلاوة، وكذلك رفعهما عند رؤية الهلال ونحو ذلك. والحاصل أن المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. وأنا أريد أن أزيد هنا ما نراه كثيرا يقع من بعض فضلاء الناس ومن بعض أهل المساجد، ورأيتها بالأمس القريب من أحد الناس سجد سجدة فظننت أنه في صلاة فلم أمر بين يديه، ثم فوجئت أنه كان يسجد سجودا ليس في صلاة، فانتظرته وسألته فقال هذه سجدة الشكر يفعلها كل صلاة، وفي بعض الناس يفعلوها بعد كل فجر، وبعضهم يفعلها بعد كل مغرب، وبعد يفعله بعد كل عشاء. كل هذا من البدع يا إخوان. سجدة الشكر تكون عند نزول نعمة ودفع نقمة، وليس في كل وقت تصليت صلاة قمت اديتها سجدة وتقول سجدة شكر، وهذه بدعة منكرة باطلة، حري بنا أيها الكرام الفضلاء أن نبتعد عنها وأن نحذر منها،
وهي منتشرة. أضف إلى ذلك من باب الدعاء أيضا ما يفعله بعض الناس بعد صلاة المغرب بالذات والفجر، تجده أنه يجمع يديه ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما جسده. نقول يا إخواني هذا لم يصح إلا أمرين: الأمر الأول في الرقية من حديث عائشة كانت تقرأ وتنفث وتضع يد النبي رجاء البركة، والأمر الثاني عند 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 أذكار النوم من حديث عند الترمذي أن النبي كان يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ بقل هو الله أحد والفلق والناس، يمسح ما استطاع من جسده، يكرر ذلك ثلاثا. أما ما دون ذلك عد في البدعة الإضافية، وهذه كل أمور مشاهدة لا ينكرها اللبيب الأريب ومن يشاهد الناس في ذلك. نعم. من ذلك أيضا رفع الأيدي بالدعاء بعد السجود التلاوة، وكذلك رفعهما عند رؤية الهلال ونحو ذلك. والحاصل أن المواضع التي وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه لا يجوز الرفع فيها، لأن فعله سنة وتركه سنة، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فيما يأتي ويدر، والواجب التقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وترك ما سوى ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.